فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة. إذن اللحظات وتنطلق مقابلة المنتخب الوطني المغربي ونظير التونسي هنا على أرضية مجمع الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط. يمكن نقول بأن الجمهور يمكن يكون وصل لحوالي 20 حتى 25 ألف متفرج لتحضر هذه المقابلة الهامة بين المغرب وتونس. وطبعا الكل تعرف بأنه اللقاءات ديال المغرب وتونس تمتاز بالندية والتنافس الرياضي. الآن تبادل الشارات بين عميد الفريق الوطني التونسي الحارس شكري الواعر ومصطفى حجي اللي تيتولى اليوم قيادة المنتخب الوطني المغربي في غيبة نور الدين النيبت. إذن المنتخب التونسي غادي يلعب إذن أعطيت انطلاقة المقابلة والكرة عند لفائدة المنتخب الوطني المغربي. تقن الحملات المضادة إذا كانت هناك مساحات فارغة. محاولة ديال الفريق الوطني المغربي وتدخل خالد بدرة. حجي يرفع كرة عالية، ضربة رأسية ديال أحد المدافعين. دائما الكرة لفائدة المنتخب الوطني المغربي. صراع داخل منطقة الجزاء. أخيرا تمشي الكرة عند القبسي. كرة لفائدة الفريق التونسي. هجوم بواسطة اللاعب رؤوف بوزيان وضربة خطأ. خطأ كثيرة في هذه المقابلة. خطأ ضد الركراكي اللي غيطرف هو الزوبير بيا. كرة دائرية خطيرة وخروج موفق للحارس بن زكري. رؤوف بوزيان لعند زيد الجزيري. هدفة قوية ما مشاتش بعيد. بهذا الشكل خاص اللاعب يكون دائما سبق لها. دائما الكره خطيره على مرمى المنتخب الوطني المغربي وتدخل جيد لودو والكره خارج خط المرمى. عماد مهدبي وتدخل جيد ديال الركراكي الصفري. ودو ما تعرفش ان اللاعبين تيخليو الكره تنزل وما تيسبقوش لها لانه غتشكل خطوره كما كان منتظر. فاول لاعب تيتلقى ورقة حمراء للاعب حسن القابسي. فسبق لي قلت مع البداية بأنه حسن القابسي بأنه لاعب يعني متوتر دائما في المنتخب الوطني المغربي. الركراكي ترفع كرة عالية في اتجاه من اتجاه حجي ولكن الضربة الرأسية مشات بعيدة عن المرمى. عماد مهدبي الحكام تيعلن على ضربة جزاء. ضد شي شوية وتيعلن على ضربة جزاء. وهذه هي العملية اللي الآن الكل غينتظر الإعادة ديالها. أكثر تقذف وتضيع. تضيع ضربة جزاء. تضيع ضربة جزاء. تيطلب الكرة بالفعل كباش داخل منطقة الجزاء. تقذف تمرر في تصدية الكرة بيد احد اللاعبين او اصطدمت بجسم احد اللاعبين. على كل حال اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي مشاو تيحتجوا على الحكم لانه في الوقت اللي مرر كاماتش الكره اصطدمت بالرجل ديال باليد ديال اللاعب التونسي. الفريق التونسي قد يكون اقوى بكثير. تمريره ضربه زياده هدف لشيبو في الدقيقه 20. قلت بانه تاثير ديال اضاعه ضربه الجزاء اكيد بانه غادي ياثر على اللاعبين التونسيين. هدف جميل ديال شيبو. غادي نتابعوا الاعادات اكيد ديال هدف شيبو. اذا 1-0 لفائده المنتخب الوطني المغربي امام المنتخب التونسي. الهدف اللي تسجل في الدقيقه 20 بواسطة اللاعب شيبو إثر ضربة جزاء وتيجي الهدف بعد جوج ديال الدقائق على إضاعة ضربة جزاء للمنتخب التونسي. هذه الإعادة ارتقاء قوي ديال شيبو وهدف جميل في مرمى شوكي الواعر. مرة أخرى إعادة لشيبو في وسط جوج ديال المدافعين يعطي الامتياز للمنتخب الوطني المغربي. أمزين
تلقى الكره امزين ما غتخرج غيتمكن منها بالفعل تغيمرر تمرير عرضيه ولكن كانت بسهوله السفري كره دائريه خطيره ضربه عرضيه لكن مشات بعيد على المرمى في الجاليه من بعد ما كانش هناك شروط ولكن تاخر شويه بالفعل وبالرغم ذلك تمكن الركراكي من الكره بامكانيه مره تمرير جميله عند كافاتشو ولكن اللي تدخل لانه السرعه ديال العمليات ديال الفريق التونسي خطيره جدا كما هو الان كره خطيره جدا قد فقويه وتدخل جيد للحارس بن زكري ماتشو شنو غادي يعمل تنتظر عادل رمزي كاماتشو شنو غادي يعمل تباط شويه خطا لفائده المنتخب الوطني المغربي خطا السفري او حجي او شيبو قد فقوية ديال شيبو ولكن بعيد على المرمى اذا 5.50 لفائدة المنتخب التونسي هذه السفري حجي انطلق للجهة اليمنى بالفعل يمكن يسلم الكرة بالفعل حجي شنو غادي يعمل واش غادي يمرر بالفعل تيمرر الكرة ارضية تصطدم بحد لاعبين وتنتقل للفريق التونسي عند نشدت زاوية كرة دائرية خطيرة جدا ومن حسن الحظ ان الضربة الرأسية يمكن نقول بانه لاعبين واقفين تمريرة جميلة في اتجاه كاماتشو غادي يعمل حاول باش يرفع الكرة على الحارس وقذاف ولكن تصطدم بأحد اللاعبين مرة أخرى أمزين وليد بتمريرة جميلة عند أمزين كجناح أيمن تيمرر قد فقوية كنت نعتقد بان الكره استقرت بالشباك لان ضربات الشباك من الخلف قطفه قويه وجميله ديال عند ركراكي مراوغه جميله ديال ركراكي وتيرفع كره عاليه ضربه راسيه ديال حجي لا لكن كنت نعتقد بانها غتكون ضربه راسيه ولكن نزلت امامه حصرها بالرجل اليمنى ولكن القطفه ديالو مشات بعيده على المرمى لاحظوا الطريقه باش راوغ ركراكي وتيمرر التمريرة كانت جميلة مشات ضربة زاوية كرة دائرية الحارس بسهولة التمريرة ممتازة عند حجي بإمكانه يمشي وكان هناك شيبو اللي تيطلق الكرة في الجهة اليسرى بعيد حجي تيقذف ولكن لا حتى حاجة ما تتمشى بالنسبة لحجي الكرة كانت خطيرة والأولى تدخل الحارس بن زكري كاماتشو شنو غادي يعمل تمريره ما كاينش شروط بتاتا الكره في الجهه اليمنى عند حجي شنو غادي يعمل حجي بامكانه يمرر عند كاماتشو هدف ديال كاماتشو تيجي اطر حمله مضاده الشيء اللي كان ينتظروا اللاعبين التونسيين يقوموا به الفريق الوطني المغربي يمكن نقول بانه الفريق الوطني المغربي كان اقرب للانجاز وكان اسرع لاحظوا التمريره كانت جميله ديال حجي والكره في الركن الايسر لمرمى الحارس شكري الواعر اعاده مره اخرى يمكن نقول بانه هذه التمريره اللي مرر حجي يمكن نقول بانها غتشفع عليه جميع الاخطاء اللي ارتكب او العرض اللي قدم خلال هذه المقابله لانه طريقه باش نجزل الكره ف يعني احنا كان عندنا الامل باش انه حجي مثل هذه الكرات يعطيهم مرار وتكرار في الملعب عند حجي بامكانه يمرر الجهه اليمنى جميله عند الركراكي تيمرر اكيد دخل على المدافع حجي ولكن جات كرة عند حجي باش كاماتشو عملية ثنائية جميلة عند كاماتشو داخل المنطقة تقذف وتدخل الحارس أنا في البداية قلت بأنه الفريق التونسي مسهل المأمورية لأن قاسمي مراوغة جميلة ديال القاسمي ولكن تمكن باش ياخذ الكرة قاسمي شنو غادي يعمل تيمرر ولكن اقتفت حجي تمريرة جميلة ديال حجي عند كاماتشو حجي شنو غادي يعمل كاماتشو عند حجي مرة غادي يحصل تابع الكرة ولكن مرة أخرى ضيعوا على اللاعبين وضع صعب قطفة قوية ولكن ضربة زاوية الكرة جزاء كرة دائرية ضربة رأسية ولكن ضربة مرمى ضربة رأسية ديال ودو حجي
يمكنه باش يمرر. كتمشيل عند عادل رمزي، عادل رمزي عند كاماتشو، عادل رمزي تيقدف تيتمكن من الحارس. عادل رمزي البرازي، البرازي قطفة قوية ديال البرازي، قطفة قوية ديال البرازيل عند الحارس شكري الواعر. نتمنوا بانه هاد اول كرة حجي الركراكي تطلب الكرة في الجهة اليمنى، كاماتشو عند حجي، حجي بامكانه يمر الجهة اليسرى، حجي تضيع منه الكرة، كانت كرة اقرب لحاتم طرابلسي، كرة خطيرة الف فائدة منتخب التونسي داخل منطقة الجزاء، ولكن تدخل ديال قاسمي اللي تيبعد الكرة لعند عادل رمزي. ومصدر ثقة خطورة، تدخل ديال روسي اللي لقد الموقف، تمرير الكرة في اتجاه من محمود اللي تمكن من الكرة أخيرا خطيرة جدا عند الركراكي. الركراكي شنو غادي يعمل؟ حافظ على الكرة ديالو، ترفع كرة عالية، البرازي تيحاول باش يقذف بالرجل اليمنى، البرازي بإمكانه باش يمر الجهة اليمنى بالفعل تيمر عند أمزين، أمزين ترفع كرة عالية تتمشي عند بن محمود، عملية ثنائية ديال بن محمود ولكن الكرة مشات بعيدة. هي جميلة ما بين بن محمود وعادل رمزي، وقع اصطدام ما بينه وبين شكري الواعر. لاحظوا العملية جميلة ما بين بن محمود وعادل رمزي، اصطدام بين بن محمود والحارس، الحارس مشى مشى الكرة بالرجل العالية، بحيث انه اغلب اللاعبين التونسيين واقفين وفرصة لفائدة الفريق الوطني المغربي. كرة داخل منطقة الجزاء عند روكي، روكي شنو غادي يعمل؟ تيقذف دائما الكرة لفائدة روكي، واخيرا تتمشي عند حاتم طرابلسي. وفات اثناء تعلن الحكم على نهاية المقابلة بانتصار المنتخب الوطني المغربي على المنتخب الوطني التونسي.